للجميع ونتمنى السلام دائما للجميع. طبعا الاخوان وليه مجنون بدنا ندرب كلب البولي على الجر ان شاء الله عضلات. خليه يسحب قول يا مجنون. بنخليه يريح ومنعملش عليه ضغط لانه عرباي فاضي خفيفة شوي شوي ولازم كل فترة نخليه يرتاح. لكن يعني بعد شهر شوفوا كيف بلش تبين عليه العضلات صدره. غريب شي مشي يلا 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 بولي. يلا يلا بولي يلا بولي. كيف صارت الطلوع؟ روح 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 امشي. هيك اسف لا ضرب خلص فيها ولا شيء مستحي كلب. نرجع حكيت بعد ما خلصنا من الجر اخذه يتمشى خليه يسوي لياقه لانه تعال يلا بولي بولي. بيجي من قدام الكلب جسمه واطي من ورا عالي شوي هيك البولي.
يعني بيجي الظهر اعلى من القدام من عند الايدين والكتاف. المره الجايه بنخليه يجور السياره، بس اول شيء بدنا نعطيه لياقه، اعطيناه على عجال، اعطيناه على شغلات كثيره.